بها يحصل الأمان. كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله، تكرروها ما أحلى ما أبهاه أعلى، تدني العبد من مولى لا إله إلا الله. محمد رسول الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن فالأذكار لا إله إلا الله خير الخلق عند الله. مدد مدد يا رفاعي، مدد 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 يا رفاعي، مدد مدد يا رفاعي، مدد مدد يا رفاعي. يا هؤلاء، دعاء الأموات دعاء غير الله جل وعلا شرك وجرم عظيم. يا هؤلاء، ما الفائدة من ترداديكم لا إله إلا الله ثم أنتم بعد ثواني تنقضونها وتدعون غيره سبحانه وتعالى؟ يا هذا تتضرع وتمرغ كفيك بين يدي صنمك ثم تزعم أنك وحدت الله؟ والله لو بقيتم تصيحون بهذه الكلمة الطيبة حتى تبح منكم الأصوات ثم أنتم هكذا تنقضونها وتعرضون عن معناها والعمل بمقتضاها، فلن ينفعكم هذا الترديد عند الله شيئا. لا إله إلا الله ليست كلمة وحروف تقال هكذا كالكلام الأعجمي، هذه كلمة لها معنى، وتصديقها والشهادة بها يقتضي عملا وسلوكا. لا تصح هذه الكلمة إلا بهذا. يا هؤلاء افهموا، قولكم مدد يا رفاعي هذا شرك، ينقض قولكم قبل ثواني لا إله إلا الله. إنما التوحيد أن يكون طلب المدد من الواحد الأحد سبحانه، طلب العافية والرزق والمغفرة والبركة وتفريج الكربات، طلب ذلك يكون من رب الرفاعي والتيجاني والشاذلي، رب الأرض والسماوات ومن فيهن، رب العالمين. فأي عقل لديكم تطلبون ذلك من ميت؟ يا قوم، تالله لو كان هذا المقبور نائما على سريره أمامكم لم يجب دعاءكم ولا شعر بكم وهو نائم، فما بالكم وهو ميت؟ هذا الميت إن صح أنه يسمعكم فهو في عالم آخر، هو في برزخي ما لكم وله. يا قوم، هذا لا يملك أن يدفع التراب عن جسده. هذا الميت، هذا المدعو يوسف الرفاعي، لم يدفع عن نفسه المرض الذي كان سببا في موته. حبطت أعمالكم فأين عقولكم؟ أما تعقلون؟ هذا الميت احتاج لكم أنتم، أنتم الأحياء، احتاج لكم لتغسلوه وتكفنوه وتواروه التراب، حينها لم يكن بمقدوره أن يكفي حاجته هذا. أفيكفيكم الآن حاجتكم؟ أين عقولكم؟ انظروا، تأملوا، أما يكفيكم من النظر أن تعلموا أن الصحابة الأفاضل لم يأوي واحد منهم إلى قبر صحابي آخر ولا حتى إلى قبر نبيهم صلى الله عليه وسلم ويطلب منه المدد كما تفعلون أنتم الآن؟ لم يفعل هذا، لم يفعل هذا، لم يقفوا أمام قبره يقولون مدد مدد يا رسول الله، ولكنكم في جهل وكبر قد تلاعب بكم الشيطان والعياذ بالله. صدق الله تعالى الذي قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ثم يا أخوة انتبهوا لأمر، هذه القبور مع الاكتفاء بتسنيمها دون البناء عليها وحصل ما ترى، فما بال بعض المغفلين إلى الآن من المنتسبين للإسلام والعلم الشرعي لا يرون بأسا بالبناء على القبور والدلالة عليها وتزويقها وتعطيرها؟ كيف يقال أن هذا ليس بفتنة للناس؟ كيف لا يقال ويقرر أن هذه من وسائل الشرك؟ سبحان الله سبحان الله. لن أطيل أكثر من ذلك، ولكنها زفرات، ما أطقت هذا المنظر وما أطقت هذا المشهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانتبه كذلك أخ التوحيد أن هؤلاء القبورية مع دعاء القبور هؤلاء جهمية أشاعرة، وهذا الاقتران ذا دلالة، إيانا أن نغفل عنها وننساها. لما كان الدين عند هؤلاء الجهمية الأشاعرة إنكار أن الله يحب وأن الله يسمع الآن القول وأن الله يضحك ويبغض ويرحم، حقيقة عندهم الله هكذا بلا صفات إلا صفات معدودة، وهذا كله أضعف إيمانهم، خلت قلوبهم من التأليه، جعلهم في لهفة لكل قبر أو شجر أو حجر يدعى أنه مبارك أو أن صاحبه يسمع ويستجيب ويرفق ويتلطف، وبالتالي هرعوا إلى هناك لملء فراغ قلوبهم. فانتبه لهذا الملحظ، انتبه لهذا الاقتران أخ التوحيد، وإلا كيف يفسر هذا الهذيان عند من يؤمن حقا أن ربه أرحم به من أي مخلوق آخر؟ كيف تبرر هذه الوسائط؟ ولكنها بدعة التجهم وإنكار الصفات، وما أدراك ما هذه البدعة. ولذلك التهاون مع هؤلاء وتصوير الخلاف مع الجهمية الأشاعرة أنه خلاف اجتهادات وأن اللغة تسع قولهم وتسع قولنا، هذا تالله جريمة، هذا التهاون الذي يحدث الآن جريمة.
كلها مذاهب تخدش التوحيد، ولا يكمل توحيد العبد إلا بالبراء منها وتصفية القلب من هذا العبث وتجريده لله جل وعلا ذا الجلال والجمال سبحانه وتعالى. ولذلك كلما كررتم الكفران سنبقى نصدع بالحق الذي لا مرية فيه وننكر عليكم ما حيينا، عاملكم الله بما تستحقون. هذا ما تيسر والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسط هذا الزحام هنا على اليوتيوب، هل وقفت في ثنايا هذه المواد المنشورة على مخالفة لأحد جوانب التوحيد أو مناكدة لأحد مقتضياته؟ أرسل لي الرابط، ففي هذه السلسلة سأعلق سريعا على ما وقفت ووقفت عليه، بما أرجو أن يكون فيه تنبيه للغافل ومذاكرة للدارس.